وبعد ثاني راف. مرحبا بك على اسبيرانس تونس بونيت. بك عايز اسبيرانس اليوم حلت ستور نتاعها، اون بون انيسياتيف اللي موجوده عندها برشا في الاوروب، مي الاسبيرانس اونفان في تونس نعرفوا لي تخوا كون كلوب اخرين عندهم لي بوتيك نتاعهم، الاسبيرانس اليوم خلت مكر زعما ولا بيان سور. الانيسياتيف هذوما موجودين معناتها من قبل في الاوروب خاصة، حاجة باهية يعني موجود عندنا في تونس. مي كي تجي تحكي عن الاسبيرونس، يعني الاسبيرونس من الجمعيات الكبار كانت معناتها الانيسياتيف كانت تنجم تكون بكري شوية، لكن يعني جميع تعرف ان شاء الله بالمونتاليتي هذه يعني نوريو اللي تونس قاعده تتحسن سورتو او نيفو تاع دي غران كلوب، ومن بعد ان شاء الله لي كلوب اخرين يتابعوا. كان نحكيو على الرافج عاد كارير سبورتيف نتاعو اسكو فات ولا فوتبالستيكمون. في الكره يعني سو تيران يعني وفات، لكن ان شاء الله باش نقعد اوتور دي فوتبول جينيرالمون ان شاء الله بفضل ربي. تقعد مع صفان في ميسيون ان شاء الله هي نحضر لي باج نتاعي معناتها حتى للاخر، ومن بعد فترة ربي جو ديسيد معناتها شنو باش نعمل. كلمة للجمهور الاسبيرونس بارابور للتشامبيونز ليغ الجاية. ترجي كبيرة، ترجي يعني ديما عندها الملاعبية نجموا نعملوا عليهم، نعطيهم الثقة في رواحهم ان شاء الله، فهمت؟ ما نصغروش منهم، يعني في كل ماتش عنده حقائق، جوار معناتها مش حاضر ماتش راه سي با فاسيل، لازم ديما الجمهور يكون وراه، لازم ديما يكون لونتوراج نتاعو ما تعاون فيه، بالكلمه الباهيه بقوت ربي هزيناها يعني في العام ناول، وان شاء الله بقوت ربي السنه باش نخدموا باش نهزوها ان شاء الله. ميرسي بيان رافي، بون شانس. ميرسي.